صراحة يعني الحمد لله نهينا الشطر الأول يعني بدون هزيمة، هذا هو أهم حاجة. المباراة ما كانت سهلة صراحة، يعني كنشكر اللعابة ديال وجدة اللي قدموا تما أداء في المستوى. احنا الحمد لله يعني بالخبرة ديال اللاعبين واستطعنا نفوزوا، هذا هو الأهم. كنا باغيين نفوزوا باش ننهيو هذا الشطر الأول إن شاء الله في الصدارة، وهذا هو الأهم. كنشكر اللاعبين، كنشيد عليهم بحرارة، وكنشكر الستاف اللي كيقوموا بعمل كبير. نتمنى ان شاء الله نمشيو في هذا نفس الميوال. دابا ارتاحوا ان شاء الله شوية، من بعد نرجعوا للخدمة والعمل. تابعنا خدمة كبيرة باش نفرحوا الجماهير ديالنا ان شاء الله. غادي نتابعوا المباراة تاع الفتح والجيش، باش نعرفوا واش غتبقاو في الصدارة ولا الجيش غتلتحق بك. واحنا نشوف، ما كيهمناش شكون اللي يربح وشكون اللي خسر، كتهمنا حنايا الرجاء، يعني خصنا نكونوا ديما نفوزوا في المقابلات، وان شاء الله باش نحققوا المبتغى وهو البطوله اللي مسطرين عليها، ونتمنوا الخير ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في قناه الايام 24 وتفعيل خاصيه الجرس ليصلكم كل جديد.